هذه القمة مضافة أولا تقام بمبادرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الشطر الثالث. هذه المرة الثانية في هذا الشطر الثالث اللي تيتوزعوا السيارات اللي هما غادي يفيدوا الوليدات اللي هما في العالم القروي، الجماعات اللي موجودة في العالم القروي، وكذلك الوليدات اللي في وضعية إعاقة واللي متواجدين في قنيطرة. فهذا العملية المباركة تتهم طبعا واحد العدد شريحة كبيرة من الوليدات اللي هما في حاجة لهذا الترونسبور، واللي غادي نحاربوا بها الهدر المدراسي، لا بالنسبة للوليدات اللي في وضعية إعاقة ولا بالنسبة للوليدات اللي هما يعني في وضعية هشاشة ولكن متواجدين في العالم القروي. هو إذا استفدت جامعة فلسطين في إطار مبادرة التنمية البشرية من السيارة لتنقل التلاميذ من سيدي عياش إلى مدينة القنيطرة، وهذا فخر لنا وفخر لجامعتنا، وجميعا احنا من 2005 كنستافدوا من هذا النقل المدرسي. الآن شكلا في إطار المبادرة الوطنية مدة 3 سنوات احنا كنستافدوا في النقل المدرسي. أول سيارة اللي خدتها ولاد السلامة هي 2009 في النقل المدرسي لمدينة القنيطرة.